السلام الاحباب، جبت لكم بريوش سخون. هذا وين خرج من الفرن مع زوج كريمات فاني شوكو وطريقه التزيين. تبعوا لا فيديو وراح تستفادوا باذن الله. السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناه مع شيف دحمه للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحه جيده كما عودناكم دائما مع الوصفات كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا في الصوره المصغره. لا فيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال، جبت لكم الوصفه تاع البريوش. كاين بزاف اخوات اللي طلبوا الوصفه تاع البريوش بمناسبه شهر رمضان المبارك، راهو على الابواب ان شاء الله. قلت انا ندير لكم الوصفه تاع اليوم، انتم تقدروا تخدموها في الدار، والاخوات اللي دير المشاريع تقدر تدير الوصفه وتضاعف المقادير وتتكل على ربي. راح نعطيكم وصفه تاع البريوش قصر طلفارينه، تخرج لكم 13 حبه بالطبع، لا 14 حبه بالطبع. ونعطيكم زوج كريمات، كريمه لافاني وكريمه شوكو، اللي راح ندير لهم بالباتيسير، والتزيين راح يكون اختياري، شويه بالفيرميسال وشويه بسكر كلاص. وصفه بزاف هايله، تبعوها من الاول حتى الاخر وتولوا كامل ناجحين باذن الله. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنا، اول حاجه نجو نتعرفوا على لاباط تاعنا اللي راح نديروا بها البريوش. واش راح نحتاجوا؟ 500 غرام تاع الفارينه، 100 غرام تاع السكر، شوفوا الكاس وين راه واصل، بالملعقه عندنا 4 ملاعق. هنا عندي 50 مليلتر تاع الزيت، شوفوا وين راهي واصله، عندي ملعقه تاع لافاني، ملعقه صغيره تاع الملح، 15 غرام خميره الخبز كما راكم تشوفوا، وهنا عندي الماء اللي راح نطموا به لاباط تاعنا. الماء شحال عندنا؟ 250. كاس تاع 220 راهو معمر بلا، وهنا عندي 30 مليلتر اللي تبقات لي. هادو هما المقادير تاع لاباط. هنا بعد ما عرفتكم على المقادير نجوزو مباشرة إلى طريقة التحضير. أول حاجة راح نجيبو ليا اللي راح نعجنو فيه، بالنسبة للناس اللي عندهم بيترا راح يرتاحوا خير وخير. هذه هي أول حاجة، نحط هذيك الملعقة تاع لافاني، نزيدو هذيك النص ملعقة صغيرة تاع الملح كيما راكو تشوفو. هنا عندي الخميرة قلت لكم 15 غرام، دوك ندير لكم هكا بالملعقة باش اللي ما عندوش الميزان يعرف وين راهو يدور. هايليك الملعقة الأولى كيما راكو تشوفو، وهنا نزيدو الملعقة الثانية، هذه هي باش نتحصلو على 15 غرام. هنا واش راح نزيد؟ راح نزيد نجيب السكر قلت لكم 100 غرام. راح نزيدو نضيفو الزيت تاعنا، الزيت تاعنا قلت لكم 50 مليلتر، نزيدو نديروه بالملعقة. هذه الملعقة الأولى راها معمرة كامل، نزيدو الملعقة الثانية كيما راكو تشوفو، نزيدو الثالثة، أربعة، هذه هي 5 ملاعق كبار، يعني كل ملعقة شحال راح ترفد لكم؟ راح ترفد لكم 10 مليلتر. هذه هي دوكا واش راح نديرو، نخلو الماء هنا تاعنا اكوتي، نبداو نطمو في العجين تاعنا على بركة الله. بعد ما خلطت المكونات تاعي جيدا، هذاك الزيت كي راح ديروه كاين من راح يتركب لكم انتم، ريحو تبسو تبسو تبسو، شوفوا اللون تاع الفارينه كيفاش يولي ما شاء الله. دوكا هنا واش راح نديرو؟ راح نجيب الكاس الاولاني اللي فيه 220، ونزيد نجيب هذيك 30 مليلتر، يعني شحال؟ 250. هذه هي المقادير راها مضبوطه، علاش كي ديروا الكميه تاع الماء تكون مضبوطه مع تاع الفارينه، العجين ماش راح يهب لكم، راح يجيكم ساهل مهل. هنا بصبعتيكم ابداو تدوروا كل اللي عندنا بيترا وينطم العجين ويجي طري ما شاء الله ويتلاصق. هذه هي بعد ما طميت كامل العجين تاعنا راح يطم لكم في زوج دقائق، لانه المقادير تاع الماء مع الفارينه راهي مضبوطه. بالنسبه للعجين شوفوا كيفاش راهو، لازم يكون هكا يتلاصق، كي يكون هكا يتلاصق ما يشقاش تزيدوا له الفارينه. دوكا نروحوا غير بالعقل نخدموه شويه حتى نرجعوا هذيك الطبقه ليش، ودوكا كل ما راح تخدمه كل ما راح يزيد يتماسك. هذه هي روحوا معها هكذا غير بالعقل. بعد ما دلكنا كامل لاباط تاعنا، ولاباط تاعنا راح تكون تتلاصق شويه، ما كان لا تزيدوا لها الفارينه. نحطوا العجين تاعنا كيما راكو تشوفوا، راح نجيبوا الطرشونه اللي راح نغطيو به، نخلو العجين تاعنا حتى يرتاح ويديفلوبا، ونجوزو نحضروا الكريمه على بركه الله. هنا نجي نعرفكم بالمقادير تاع الكريمه اللي راح نديروها في البريوش. حنا راح نطلعوا كريم باتيسير ومن بعد نقسموهم على زوج، وحده راح نخلوها فاني وحده راح نرجعوها بذوق الشوكولا، نضيفوا لها شوكولا طارتيني. هذه هي نحتاجو نص لتر تاع حليب، 50 غرام تاع السكر، 50 غرام تاع النشا، زوج حبيبات تاع البيض، ملعقه لافاني، وملعقه زبده تكون كبيره ما يعادل 50 غرام. هذه هي المقادير تاع لاباتيسير. ك
كاين اخت من الاخوات حبتها اقتصاديه، اللي تحب اقتصاديه نقولوا مثلا تنقص البيض زيت شويه في المايزينا، وكاين ناس اللي راهي ما ديرش الحليب دير الماء تجي هذيك لا كريم باتيسيير البيضه الشفافه. وانا نقول لكم هذه هي احسن كريم باتيسيير، هذه هي تجي ما شاء الله سورتو بالبيض فيه البروتين، راكو على بالكم خرم اللي تجي بالماء ولا مايزينا، اكو على بالكم. هنا بعد ما عرفتكم على المقادير نجوزو مباشره الى طريقه التحضير. اليوم الطريقه على كريم باتيسيير راح نبدلوها كامل، نجيبو ان ريسيبي يكون كبير ونحطو جميع المكونات ما يشقاش كامل، تكسروا ريسانكم بالحليب بالفرينه بالسكر بهذيك الملعقه تاع الزبده. الا كنتو شايفين حنا كنا نطلعو عادي بالفوي في الاخير باش نديرو الزبده، اليوم بدلتكم الطريقه وتجيكم سهله مهله. نجيبو لوبرا ميكسور تاعنا ونميكسيو كلش حتى يولي فا ونعاود نولي ليكم. هنا بعد ما ميكسيت كامل المكونات كيما راكم تشوفوها وليك الخليط تاعنا الزبده هذيك راح تطلع توجور من الفوق، واش راح نديرو؟ راح نحطوه في الكسرونه. انا علاه بدلت لكم الطريقه باش الاخوات اللي يكونوا خدامين ومزروبين عادي يديروا في الطاس يخلطوا كامل المكونات، يعطوا لبنيتاتهم صغار نار قليله ويريحوا يحركوا حتى يطلعوا لا كريم باتيسيير تاعهم بطريقه رائعه وجيده. نتوما جربوها ورجعوا لخوكم دحمانوس الخبر في لي كومونتير. هذه هي دوكا نديها فوق نار قليله مع التحريك المستمر، عندما نشوفوا لا كريم باتيسيير تاعنا طلعت وبدات تطلع هذوك الفقاعات نطفيو عليها ونجو نشوفوها كيف كيف على بركه الله. بعد ما نشوفوا لا كريم باتيسيير تاعنا طلعت راح نعاودو نرجعوها في الريسيبيون تاعنا نفرغوها. هذه هي دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو ورق الشفاف تاعنا ونحطوه فوق لاباط تاعنا باش يجي او كونتاكت ما يديرلناش هذيك القشره. هذه هي بعد ما نحطوه نخلوه يبرد عادي في بلادي، ومن بعد راح نستناو لاباط تاعنا تخمر ونجو نشوفوها كيف كيف. بعد ما خلينا العجين تاعنا يرتاح نجو نضربو عليه طليل. شوفوا العجين تاعنا كيفاش ديفلوبا ما شاء الله. دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو لاكوبا تاعنا ونهبطو العجين كامل فوق لبلون طرافاي كيما راكو تشوفو. شوفوا العجين كيفاش يجي ما شاء الله. هنا بعد ما حطيت لاباط تاعي كامل دوكا بلاكوبا هكذا راح نسقلوه باش يجينا هكذا بطويل، من بعد كي نقسموه راح يجينا ساهل ماهل. دوكا نتوما الا عندكم ميزان خدمو بالميزان كيما انا، اللي ما عندوش يدير قريصات قيس اليد ديالو والحجم اللي يحبوه هو. هذا هي بصح كي تخدمو لي كوموند للناس لازم الميزان يكون واحد، اوبليجي عليكم دبروا ميزان. ونتمنى انكم كامل هذا رمضان تخطفوا ميزان، ميزان كيما هذا الميزان هو يدير غير 55000. هذه هي انا راني نسلك به. هذه هي دوكا واش راح نديرو؟ نجو نوزنو العجين تاعنا. بالنسبه للعجين كاين اللي يوزن ب 50 غرام كاين اللي يوزن ب 60، انتم تخيروا، انا راح نديرهم ب 60 غرام كيما راكم تشوفوا. نجيبوا لاكوبات تاعنا ونحطوا العجين هكذا شحال راهي 63، نقصوا له شويه كيما راكم تشوفوا هكذا 60 61. هذه هي ونكوروهم كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. دوكا هنا واش راح ندير؟ نكملهم كامل ونعاود نولي ليكم. بعد ما كورت العجين تاعنا كامل دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو شويه فرينه والحلال تاعنا بيان سور لاكوبات ونتكلو على ربي. هنا نرفدو القطعه تاعنا، قلت لكم لاباط تاعنا هذه هايله، هي صح ماشي تتلاسه تقول لازم لكم شو كيفاش تجي، مي بصح كي ترفدها عادي في بلادي هاي لك. هذه هو القوام تاع البريوش، هذه ما تكثرولوش الفرينه عندما تطموه راهي المقادير مضبوطه. دوكا هنا في الافتتاح راح نستعينو بشويه تاع الفرينه باش ما يلصقناش في البلون طرافاي. هذه هي نحط شويه تاع الفرينه ونتكلو على ربي. هذه هي نبداو نفتحوها هكذايا باش نجيبو طويل. هذه هي هذا هو الحجم تاع البريوش اللي راح نحتاجه. دوكا واش راح نديرو؟ نرفدوها هكذايا باش نوري لكم كيفاش تدورو. تجيبو الطبقه الاولى هنا تزيدو الطبقه الثانيه تزيدو الطبقه الثالثه هكذا بهذه الطريقه. دوكا واش راح نديرو هنا؟ نقلبوه هنايا لازم نقرصوه هكذا باش ما يتفتحلناش. هذه هي نعاودو نقلبوه على الوجه الشباب ونتحفوه بهذه الطريقه. هذه هي دوكا واش راح ندير؟ راح نجيب السليوه تاعنا نحطو فيها ورق الزبده ونبداو نستفو فيه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. كي تستفوه لازم توجر تخلو لي سباس في السليوه، باسكو علاش راح نزيدو نخلو حتى يخمر باش نطيبه. شوفوا الطريقه كيفاش تجي ما شاء الله. هنا ندير ثلاثه نزيد هنا ثلاثه. دوكا واش راح ندير؟ نروح معاهم كامل حتى نكملهم ونعاود نولي لكم. انا بعد ما كملت فاسونيت كامل البريوش تاعنا شحال خرج لنا من حبه؟ 14. الكميه هذه تخرج 14 على الوزن اللي راح يكون 60 غرام للوحده. نتوما الا خدمتو ب 50 غرام للوحده راح تخرجوا 17 حبه،
هذه هي. دوكا واش راح نديرو؟ راح نخلوه يرتاح حتى يديفلوبا ونعاود نولي ليكم. انا بعد ما خلينا البريوش تاعنا ارتاح بغردو، دوكا واش راح نديرو؟ راح نجيبو الصفار البيض ونزيد لهم ملعقه تاع الماء. علاش؟ باش نجريو الصفار تاعنا ما يبقاش معلك فوق لاباط تاعنا. هذه هي باش كي نشبحو راح يتشبح خفيف ظريف. شوفوا كيفاش بهذه الطريقة. واش راح ندير دوكا؟ راح نكمل كامل حبيبات تاعي بصفار تاع البيض. كيما دوكا انا عندي زوج سنيوات، ندهن السنيوة الاولى ونحطوها طيب. كي نشوفوها راح طيب باش نزيد السنيوة الدوزيام، باش غير تخرج الاولى نزيدو نحطو الثانية. درجة الحرارة تاع الفور راح تكون 100 بين 180 حتى 200 درجة. نخلوهم يطيبوا ويتحمروا خفيف ظريف ونجو نشوفوهم. نجبد لكم السنيوة الاولى باش تشوفوها كيف كيف. هذه هي كيما راكم تشوفوا هاوليك البريوش تاعنا سخون هنا، غير راهو طاب خرجت لكم باش تشوفوا السنيوه الاولى. شوفوا كيفاش نقلبوه، كيفاش يجي من تحت، كيفاش يجي حميمر ما شاء الله. وبالنسبه للفور شاعل غير من تحت، ما شعلتوش كامل من الفوق. دوكا واش راح ندير؟ نحط هذه السنيوه، نزيد نحط السنيوه الثانيه الطيب، نخلوهم يرتاحوا ونجو نشوفوا الكريمه تاعنا كيف كيف. هنا اول حاجه راح نجيبوا الكريمه تاعنا بعد ما خليناها ارتاحت، نجيبوا الباتور تاعنا وندربوها حتى تولي ليس كامل. هذه هي. وهنا بعد ما ضربنا الكريمة تاعنا جيدا، دوكا قلت لكم قبيل الخليط راح نقسموه على زوج، يعني وحدة راح نخلوها فاني وحدة راح نرجعوها شوكولا. هاليك فاني تاعنا. وبالنسبة لهذه الشوكولا واش راح ندير لها؟ راح ندير لها الشوكولا طارتيني. هنا عندي ملعقة كبيرة تاع الشوكولا، استعملوا النوع اللي حبيتو. هذه هنا واش راح ندير؟ راح نعاود نجيب الباتور تاعي ونضربوهم جيدا. الكريمة تاعنا في زوج راهم واجدين، كريمة فاني راهي واجدة قاوم بزاف هايل، والكريمة شوكو ما عندي ما نقولك. بالنسبة للتزيين شوية راح نديروه بسكر وكلاص وشوية بالفيرميسال شوكو. واش نديرو لهم؟ الناباج هذايا تاع لا جولي من الفوق هكذا خفيف ظريف، شوية فيرميسال وراهم واجدين. بالنسبة للبريوش تاعنا شوف كيفاش يجي ما شاء الله. شوفوا كي تحطوا يدكم كيفاش يعاود يطلع بريوش قطني خفيف ظريف ما عندي ما نقولك. دوكا واش راح نديرو؟ كيما راهو لهنايا نجيب الموس تاعي نفتحوه بهذه الطريقه. هاوليك البريوش تاعنا اول حاجه راح نديروها فاني، نجيبو المغرفه تاعنا ونمشيو الكريمه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هذه هي. هنا بعد ما نمشي الكريمه تاعي نزيدو نديرو له هنا من الفوق شويه ناباج. شو شحال يولي يبري ما شاء الله. هذه هي. هنا واش راح ندير؟ راح ندير له شويه تاع الفيرميسال كيما راكم تشوفوا. الحبيبه تاعنا راهي واجده. دوكا انا واش راح ندير؟ نكملهم كامل. اذا كيما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. البريوش تاعنا راهو واجد خفيف ظريف. شتو المقادير بسيطه تقدروا كامل تستعملوهم مع زوج كريمات اللي درنا، وحده فاني وحده شوكو. والتزيين اختياري، تحبوا بالسكر وكلاص تحبوا بالفيرميسال. هذه تاع الشوكولا بريوش ما عندي ما نقول لك، فيه روعه القمه. نتمنى انكم تجربوه، وصفه خفيفه وظريفه وبنينه بالبزاف مع طريقه التقديم ما عندي ما نقول لك. هنا نجي نقسم لكم البريوش على زوج، شوفوا كيفاش يجي لداخل بهذيك الكريمه ما شاء الله. نتمنى انكم كامل تجربوا. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. قلت لكم تقدروا تخدموها نتوما في حياتكم اليوميه وتقدروا اصحاب المشاريع. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. اهنا اخوكم دحمانوس، ما بقى يقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. السلام.